هنيئا لمن لا يتبعون مشورة الأشرار، ولا يمشون في طريق الفجار، ولا يجلسون مع المستهزئين بالأبرار. هم الذين ترضى بشرع الله قلوبهم، ويتفكرون ليل ونهار في كلمات ربهم. فهم كشجرة مغروسة عند مجرى النهر، لا تزبل أوراقها وتؤتي ثمارها في أوانها، وأولئك هم المفلحون. على غير الحال يكون الأشرار، فهم مثل الرماد تنثره الرياح، لا مهرب لهم من الحساب في يوم الدين، ولن يكون لهم مكان مع الصالحين. فالله يحفظ طريق الصالحين، وإلى الهلاك يؤدي طريق الفاسدين. اللهم بارك الذين لا يتبعون مشورة الفجار، والذين لا يمشون في طريق الأشرار، والذين لا يجلسون مع المستهزئين بالأبرار. اللهم بارك الذين ترضى قلوبهم بشريعتك، والذين يتفكرون ليل ونهار في كلمتك. اللهم باركهم في كل ما يفعلون، واجعلهم كشجرة مغروسة عند مجرى النهر، لا تزبل أوراقها وتؤتي ثمرها في حينها. اللهم اكفنا مشورة الفاسدين التالفة، فأعمالهم كرماد اشتدت به ريح عاصفة. اللهم انزل قضاءك على المفسدين يوم تفصل بين الخطاة والصالحين. يا رب، أنت تهلك من يتبع طريق الأشرار، فاحفظ برحمتك من اتبعك من الأبرار. اللهم لا تجعلني أتبع مشورة الفجار، وجنبني طريق الأشرار، وعصمني من المستهزئين بالأبرار. اللهم اجعل رضا نفسي في شريعتك، واجعلني أتفكر ليل ونهار في كلمتك. اللهم وفقني واصلح لي عملي، واجعلني كشجرة مغروسة على ضفاف الأنهار، لا تزبل أوراقها وتؤتي ثمارها في حينها. اللهم اكفني مشورة الفاسدين، فأعمالهم كرماد اشتدت به الريح. اللهم انزل قضاءك على المفسدين يوم تفصل بين الخطاة والصالحين. يا رب، أنت تهلك من يتبع طريق الأشرار، فاحفظني برحمتك واجعلني من الأبرار.